السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم تكون طيبه. بديت معكم عاوتاني الفلوغ من الطوموبيل. غادي ان شاء الله انا مول الدار، غادي نمشي نشوف الحويجات لبنتي الصغيره، حيت داك النهار كي قلت لكم ما لقيتش والو. المهم يلا غادي نخرجوا نمشي نشوف ونخدم اي شي حاجه خاصني في كارفور. المهم حجه والزياره، داكشي باش كيعجبني. تما جيت تاسيلا، هاد سي لابارك هو كتجي كتقضي فيه شحال من حاجه، وعندك لو شوا في لي بوتيك الاخرين. هاد الخطره غادي نمشي نشوف كيابي، واخا صراحه ما كتعجبنيش. علاش؟ حيت هما حوايجهم كيكونوا 100% كوتون، وراكم عارفين القطن دغيا كيديفورما وكيكشفوا اللوينات. المهم انا غادي نمشي نشوف الا لقيت لها شي حاجه. كنحاول الا لقيتهم مدخلين، مع دي فوا تيدخلوا دي زارتيكل ما كيكونش فيهم غير القطن. الا لقيت هادوك هما اللي غادي ناخذ، والسريولات ديالهم صراحه زوينين. المهم ها نتوما معايا، لقيت كيفاش نصور لكم هو هذاك. سينو بنت لي الدنيا عامره، حتى نتلاقاو ان شاء الله في الدار. صراحه ما صورت لكم اليوم والو، ولكن هاد اللقطات كنت لقيتهم عندي في التليفون، صورتهم نهار اثنين ونسيت ما حطيتهم لكم. كنت صورت فقط، غير جيت هكا صبيبطات اولا سبرديلات ديال البنيتات مع لي بخي ديالهم، وكانوا نيت هاد جوج سبرديلات هما اللي خديت لبنتي الصغيره. هما اللي صراحه بانوا ليا الموديل ديالهم غيجيو مع الحويجات اللي عندها. كان كاين لو شوا، كيابي فيها واحد لو شوا اللي كبير، والسبرديلات تقريبا بانوا ليا كلهم الثمن ديالهم كيطروح ما بين 200 و 300 درهم. كاين هذا في كارفور عجبني يا البنات، ثلاثه كيجي كيجيو ب 20 درهم، كانوا سولدي. الشكل ديالهم صراحه زويون، وتقدروا تستغلوهم في بزاف ديال الحاجات. كاين لي سامبل وكاين لي منقوش ديال باكي، جو بونس كيجيو فيها مخلطين. كاينين عاوتاني هاد الكيسان هنايا، حاولت نصور لكم غير لي زارتيك اللي سولدي. هادي حتى هي لو بري ديالها 60 درهم. مع العلم واحد الوقت كنت لقيتها في مراكش كانوا دايرين لها غير 20 درهم. زوينه الشكل ديالها، تقدروا تستعملوها هكا للماكله كيما تستعملوها ديكوراسيون. كاين هاد لي بلاطو ديال لي فيغين، هاد الكويسات هادو ثلاثه كيجيو ب 16 درهم. وهادو البنات اللي عجبوني الاثمنه اللي دايرين 39 درهم، صراحه راه بخي زوين. وهاد الكيسان حمقوني الشكل ديالهم، الديزاين ديالهم غزال، ولكن الثمن صراحه جاني شويه الثمن مرتفع. كاينين هاد الكيسان اللي بيني وبينكم طلعوا لي فراسي فين ما درت كنلقاهم ما عاجبنيش، وهادو لي فيغينا البنات غزالين. هادو هما اللي كناخد ديما وكنصورهم ليكم، راه دايرين 10 دراهم لاغلى على مسكين، وكيجيو فيهم هكا الحلويات اولا الحلا، زوين الشكل ديالو. كاينين هاد الطبيصلات غزولين الشكل ديالهم، فيهم لوينات مختلفين 10 دراهم، غيجيو في الحطه هكا. انا شفتهم هكا مملحات احسن. كاين هاد البريزونطوار هذا داير 32 درهم، حتى هو فيه اللوينات. المهم البنات دخلت دابا نستسمح اللي غنقول لكم. بالنسبه اللي باقي ما خداش حويجات العيد، ننصحكم بكيابي، سورتو البنات الصغار والوليدات. المهم الصغار تقريبا من 10 سنين لتحت، جيبوا دويره في كيابي وشوفوا عندهم دي زارتيكل زوينين، وحتى ديال الرجال عندهم حويجات زوينين. العيالات صراحه اللي ما عجبنيش ستي اللي حاطين، داكشي ديال تيجوني ديال العيالات لي اجي بزاف، ما ماشي شي حاجه، ما كاينش لو شوا. باغ كونطخ بالنسبه للدراري الصغار، لا في الصبابط لا في الحوايج، كاين ما يتشراو. كي قلت لكم حتى الرجال عندهم داكشي زوين. المهم الحمد لله حيت عليا روينات العيد، حيت عليا كلشي داكشي اللي خصني في الحوايج. واحد الملاحظه بالنسبه للربع، ايفيتيو. دابا انا كنصور معكم الربع، حيت انا كنت ديجا اثنين، عاودت مشيت اثنين خداني مول الدار شي حاجه هي فين شفت لو شوا، ولكن كان خصني بنتي هكا تمشي معايا، داكشي علاش كنت اوبليجي نجلس حتى اليوم اللي غنقول لكم الا تمشيو ايفيتيو الربع. المهم انا الا جيت نقارن لكم مع نهار اثنين، نهار اثنين كانت الدنيا خاويه من نفسها. من بعد دخلت الكارفور بان لي واحد البون بلون، قلت ضروري ما نبارطاجيه معكم. هذا داير 25 درهم فاصله واحد. غنوريكم البنات هو كيت، كيجيو فيه ثلاثه الحويجات. كيجي هذا بحال شكل فاز، المهم صغيور انتما صباعي، وكيجي فيه هاد بورت سيرفيت
هادشي هذا اللي عجبني صراحه، هو كاع اللي خلاني نشريهم. هاد بوغ سيرفييت هذا كيجي حتى هو صغير حلو زويون، وكيجي هاد البونبونيير معاهم حتى هي صغيره، تقدروا هكا تستعملوها بونبونيير دوك الشوكولا اللي كيكونوا دوك لي بي ديال الشوكولا، تقدروا تستعملوها البخور، تقدروا تستعملوها سنيده سكر، المهم عطا الله ما تستعملوها. المهم بثلاثه ديري ليهم 25 درهم فاصله 90، قولوا 26 درهم، عجبوني. كاينين هادو في كارفور، هادشي صراحه اللي بان ليا اهميزه. شفتوا هادي اللي كنت بارطاجيت معكم اللي كنت خديت عند خميسه، هادي راه كبر منها بشويه، هانتوما باش تشوفوا الفرق. فوالا صافي. المهم وبغيت ننصحكم بواحد ثاني كروا البنات، الناس الانستغرام راه ديما كنشكروا ليهم، اللي متبعيني في الانستغرام غادي يعرفوا هذه القضيه. هذا البنات اوني اللي كيجي في هذه الفورم هذه، جربوه وردوا عليا. سورتو انا هذا، هذا الغوز هذا تيعجبني، هذا البنات زوين بزاف بزاف بزاف، تيخلي واحد الريحه من بعد الميناج في الدار غزاله. هذا شنو تندير ليه؟ حتى في لي طواليت عزكم الله كنشد هكا قطينه وكنخوي فيها شويه، لما كانت عندي ديك كوتا كوت ولا كوتا كوتا، لما كانت عندي كندير شويه في قطينه وكنحطو في لي كوان ديال الحمام بلاكس لي ما باينينش، كتبقى الريحه زوينه في الحمام اللي كتدخلوا ليه عزكم الله. صافي. المهم ما عجبتو كان خاصني، قلت ضروري ما نبارطاجي معكم هذه المعلومه. ندوز دابا نسالي شغالي بالنسبه اليوم ان شاء الله ندير التاج مشوي. صراحه منين في الصباح 7 الصباح لقاتني شارملتو وحطيتو في الثلاجه، ما عجبتو البارح من الكونجيلاتور، صباح منتي كونجلي شارملتو خليتو. غندوز دابا نصايب شي حليوه، ولا بقات لي الوقت غادي نصايب الشلاضه الربعه هادي. المهم غادي نحاول، خصني غير الحلوه ندركها دغيا، غندير تشيز كيك، مع العلم ان تشيز كيك كيبيبات مي ماشي مشكل. غنبدل صراحه بيني وبينكم الشوكولا والكراميل ومشتقات وطلع لينا في الراس، نقدر نديرهم يا فريز يا فرومبواز اليوم ان شاء الله. ها انتم الدجاج اللي قلت لكم شرملت، غير خرجته دابا وقلبته، اللي كان تحت رديته الفوق، واللي كان الفوق رجع لتحت باش يزيد دوك الفوقانيين يشربوا الشرموله اكثر. هنايا غادي نبدا باول طبقه هي ديال البسكوي، تقريبا درت واحد 200 غرام ديال البسكوي. بالنسبه للزبده انا ما كنتقيدش بواحد الكميه محدده ولا واحد العبار محدد، كنبدا كنضيف الزبده تدريجيا حتى تيبان لي البسكوي صافي راه بدا تيتجمع وكنحبس. هنايا استعملت داك البسكوي اللي بارطاجيت معكم، خديت عند سيد في سوق الحد، صراحه كيجي هو ناشف، هز ليا واحد الكميه تقريبا ديال الزبده. سرحته في المول بسطو، غطيته بالسلوفان ودخلته للثلاجه. هنايا غادي نجي نصوب الطبقه الثانيه، استعملت واحد الكريمه السائله خديتها عند السيد اللي كنتغدى عنده لوازم الحلويات في الدشيره، عجبتني بزاف البنات، جايه لا تيكستور ديالها ثقيله، وهذيك ما عقلتش واش يطرب 10 دراهم ولا ديك القريعه فيها نص يطرب 10 دراهم، وهي راه مسوسه وما طربتهاش بزاف حيت كي قلت لكم كتجي القوام ديالها كيجي ثقيل. ضفت لها تقريبا واحد 3 المعالق السكر كلاصي، واحد الساشيه ديال الفاني، وغادي نخلط شويه. هنايا الفرماج اللي كنستعمل راه الناس اللي متبعيني عارفيني هذا دراعي ما تيخطانيش، تقريبا 5 دراهم ل 100 غرام. انا هنايا استعملت واحد 250 غرام تقريبا، المهم انا هاد الكونتيتي اللي كانت عندي استعملتها كلها. هو كيجي الشكل ديالو شويه قبط في راسو، هنايا تقدروا البنات تستعملوا اي حاجه عندكم. اول حاجه بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الكريمه، تقدروا ديروا واحد العلبه ديال البودره شونتي مع كاس ديال الحليب بارد وهتطلعوهم شويه، من بعد غادي تضيفوا ليهم 3 ديال بيرلي داك الزرق وغتطربوا. بالنسبه للناس اللي غيتبعوا الطريقه اللي درت، انا خديت الكريمه تقريبا درت هذيك القرعه كامله نص سيترو، طلعتها مني مسوسه، زدت ليها واحد 3 المعالق السكر كلاصي وواحد الفانيا، وضفت ليها الجبن، الجبن كي قلت لكم واحد الرابعه تقريبا، وطربت الكل جيدا تحصلت على كريمه. باش تسهل عليا المونتاج ديالها درتها في البوش، تقدروا ديروا غير في بلاستيكه صافي، وغادي نسرحها هكا بسباتولا ولا معلقه اللي توفر عندكم، ما كاينش تعقدوا الامور. وغطيتها ودخلتها للثلاجه باش تبرد. غادي نجي هنايا غادي ندوز غادي ندير الطبقه الثالثه.
بالنسبه للطبقه الثالثه درتها بالفرامبواز، خديت واحد الكميه ديال الفرامبواز، درت عليها السكر، واحد 4 المعالق سكر سنيده، ودرتها فوق البوطه وخليتها حتى داب ليا، حيت انا كان عندي مكونجلي، جبته من الكونجيلاتور تذاب. وعاد خديت واحد 2 وريقات الجيلاتين كنت رطبتهم في الماء وزدتهم من الخليط وخلطت مزيان. الا ما توفرش الجيلاتين او لا ما بغيتوش تستعملوه، قبل ما ديروا الخليط فوق النار غتزيدوا لي 1 2 معالق تقريبا عامرين ديال مايزينا، صافي، وغتبقاو تخلطوا حتى ينسجموا العناصر مع بعضياتكم ويبان لكم بدا الخليط كيشد في راسو. هتحيدوه وتخويوه تدريجيا فوق المول وتحاولوا تسرحوه، ما تدخلوش سير بلاصه الثلاجه تيسالي ليا داك البخار. وفي هذه الاثناء اول حاجه غادي نديرها، عندي هنايا الغموله، نسيت ما صورتش لكم حتى بديت، انتم كتشوفوا الحاله ديال الماكينه، كاينين كي كيبان لكم 2 كروات البنات، غالبا الاكثريه كاين هذيك الكروه الدخلانيه. المهم ما شنو كندير، انا كناخد بابي ابسوربون او لا كلينيكس او لا اللي عندكم، وكندير فيه البرودوي اللي غادي نوريكم دابا. هاد جلدات كيتباع في بيم، رائع، رحمة سيدي ربي، حاشاكم لي طواليت، ديك الصفورية الغمال هكا في لي ماشين، جربت حتى عييت. هاد البرودوي احسن حاجة كتحيد الغمال، كي قلت لكم كنديرو في البابي وكنخشيه هكاك في الجليدات وتنخليه، انا درتو قبل الفطور وغادي نخليه ان شاء الله حتى لمورا الفطور. نفس الشيء درتو حتى لهاد الجهة الاخرى، ولكن للاسف ما صورتهاش لكم. والله البنات الا كانت حالتها حالة كيف ما شفتو الجلدة الاخرى هكا كانت حتى هي، راه تنهضر معكم والمشتي ينقز حدايا مخلاني نهضر، سمحوا لي الا كتسمعوا الصداع. كي قلت لكم البنات المهم غادي نحاول هكا، غادي ندور هذاك كلينيكس او لا هذاك المشواغ، غندورو على جلدي كاملين، لا هذه اللي كتكون ما بين الباب والداخل ولا هذيك الجليده الاخرى الصغيره، هذيك ضروريه البنات الاكثريه كينساوها، عدوا حتى هي ردوا ليها البال، حيت بعض المرات كتكون الماكينه عندكم نقيه ما كتشوفوا فيها لا غمال لا والو، كتشموا الريحه، يا اما كتكون جايه الريحه من تما، يا اما كتكون شي تقشيرات تسرطات وحلات في الماكينه لتحت حتى هي راه كتجي الريحه. المهم كي قلت لكم انا غادي نرقد بهذا المعنى الماكينه بداك البرودوي، وغادي نخليها ان شاء الله حتى مورا الفطور، عاد غادي نمشي نفكها وغادي نصور معكم ان شاء الله كل شيء بلي ديتاي. وغادي ندوز هو الاول المجر اللي كندير فيه البرودوي، ها نتوما شوفوا البنات حالته، مع العلم انني راه ديما كنضفو وما بقيتش كنستعمل مسحوق ديال التنظيف داك لي البودره، كنستعمل الاخر هذاك لي جيل، وراه شتو قصت ليكم القاع باش تشوفوا باللي راه داكشي يابس، يعني راه ماشي محطوط ما بغاش يتحيد، ولكن انا نوريكم الحل. شديت حتى وحطيت في داك خويت في داك البرودوي ديال جلداد وخليته، دزت هنايا اول حاجه سلقت الابلي، طلقته في شويه الماء فيه شويه زويته بلديه وملحه، تطلق وخليته حتى برد، درت معاه فرماج محمر محكوك، طون، درت المايس، درت كذلك عندي سوريمي موزايك، عندي لادان دفومي، المهم كل شيء مقطع. غادي نجي اول حاجه غادي نديرها غادي نتبل هذا الخليط او هذا السلطه، ندير شويه ديال المليحه شويه ديال البزار. هنايا شنو كندير، هانتوما ردوا البال، انا ما كنجيش نضيف المايونيز دفعه واحده لان كيتلصقوا مع بعضياتهم استسمح. والسر ديال البنه ديالو ديروها البنات بزيت ارغان، وردوا عليا اللي توفرت عنده زيت ارغان كيعطيها واحد البنه في شكل. كنجي كنخلط الامور كاملها مزيان، كنحاولها كنفرتت الطون حيت جاو الطروفه ديالو شويه كبار، صافي، وغادي نخلط الكل حتى يتخلطوا العناصر مع بعضياتهم، حيت ملي كنجيو كنضيفوا المايونيز في هذه المرحله داك الخليط كيتجمع ليا في واحد البلاصه، كتولي بلاصه فيها مثلا داك الطون والمايس وبلاصه لا ما فيها والو. بالنسبه للاضافات تقدروا تزيدوا هنايا خيزو محكوك حتى هو تيعطيها واحد المذاق زوين، تقدروا تزيدوا مورتازيلا كيف ما تقدروا، فقط تستعملوا غير المايس والطون اللي ضفتوا ليها كيجي. انا هنايا ما ضفتش خيزو حيت ديجا درتو يتسلق، صافي، رديت خضيره تسلق، درت غير البطاطا وخيزو قطعتهم ودرتهم يتسلقوا، وشحرتهم في شويه ديال الملحه والكمون وشويه ديال البزار والثومه بودر والبصله بودر وزويته بلديه. بالنسبه لهذا بالنسبه للخيزو كنزيد فيه شويه الحامض باش كيجي محمض، وكانت هذه هي السلطه ديالنا.
قدمتها هكذا كي قلت لكم درت البطاطا هو الربيع، نسيت ما قلت لكمش باللي راه ضفت الربيع حتى هو مني شحرتهم. كيجيو صراحة بنان حسن من بالمايونيز، لان ديجا عندنا الابلي فيه المايونيز باش نخرجوا شوية من كل شيء مايونيز مايونيز. هذا الطبق ديال الدجاج قدمته هكاك، ما كانش عندي الخس صافي ما درتوش. بالنسبة للحريرة درت لهم هنايا الحريرة ديال الشوفان فيت في اسهل ما يكون، وفي وحطيت الاساسيات تمر شباكية وما جاوره. انتم شوفوا التشيز كيك كيجي غزال 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 البنات هكا تزين مع بحكم الوقت. صافي كان عندي هنايا البلوبيري في الكونجيلاتور حطيته، عندي داك الورد الملون اللي كيجي هكاك مفرتت او لا كيجي هكاك على شكل طولي شديته حتى هو درته من الفوق زينت بيه باش هكا دوك اللوينات كيعطيو شويه ديال الحياه والمنظر للطبله. خرجنا شويه على المعجنات، مع العلم الا رديتو البال انا اصلا هاد رمضان حاولت نبعد كل البعد على المعجنات، حاولت ما امكن نوع وندخل الخضره او اللي فخوي في هكا في الماكله او لا في الفطور. من هي بالنسبه للجهاز الهضمي مزيانه وحتى للصحه ديالنا عموما مزيانه، والانسان كياكل شي حاجه اللي غادي تنفعو وتعطيه الجهد الغد ليه، ماشي كيعمر كرشو غير بالعجينه. وراه وحتى من ناحيه التمارة كتكون تمارة اقل ووقوف في الكوزينه اقل مقارنه بالمعجنات. ايوا بعد الفطور جيت للمولاتي الماكينه نطلع عليها، هانتوما البنات ما حكيت ما درت حتى شي جهد، فقط غير كنحيد هذاك كلينكس وانتوما كتشوفوا كأن شيئا لم يكن، بقاو غير بعض الطبيعات. اشنو غادي ندير لهم؟ ناخد شبيكه وغادي ناخد شويه ديال التيد اولا نكتفي غير بالبرودوي اللي كاين تما وغادي ندوز عليها باش نحيد دوك الطبيعات اللي بقاو ليا. صراحه راه ما خليت ما جربت البنات، ما خليت لي برودوي اللي شريت واللي درت والبيكربونات وسنيدة الحامضة وما خليت لاسيد سيتريك والو حتى حاجة ما عطات النتيجة. المهم هانتوما المجر حتى هو كنت درت ليه داك البرودوي راه كيبان لكم من الداخل غير نشف، راه قصتو نيت باش شفتو لاطراس ديال الصبع ديالي. غادي نجي دابا نحاول نحيد هادوك لي طاش لي فيه. بالنسبة للمجر شللتو من داك البرودوي وخديت الماء طايب ودرت فيه الخل الابيض وغطستو باش يعاونني يحيد ليا الكالكير. كيف ما كتعرفوا الماء الطايب والخل كيحيدوا الكالكير. وهانتوما البنات شوفوا كندوز بالموس وهو كيبان لكم كيتهز بحال لا غير كان لاصق بحال غير ملي كنديروا التيد وكينشف وكنفزقوا كيحيد نفس الشيء وبسهوله. انا كندير هكا الموس غير باش يبان لكم باللي راهو ساهل يتحيد، ما غادي يحتاج مني لا جهد لا والو. فعلا داكشي اللي درت شديت طلقت الماء في الروبيني وشديت هكا الشيتا ديال السنان وواحد الشيتا اخرى عندي دوك ديال ايكيا صافي، وبديت تنحك فيه وتتنقى. كي قلت لكم ساهل المخدة مني لا جهد لا والو. نفس البروسه هذه اللي قلت لكم دي ايكيا حيت هي كيجيو هاد الشعيرات ديالها قاصحين، هي صراحه اللي كتنفع. شديتها حتى هاد المجر هي اللي درت ليه دغيا عاونتني وعندها اليد طويله كنحك بها هكا الجناب والداخل صراحه نقات ليا مزيان. وبالنسبه للبلايص اللي ما وصلاتهمش درت ليهم كي قلت لكم واحد الشيته ديال السنان خاص خليتها هكا خاصه غير بالتنظيف، وخصوصا البلايص اللي ما تنوصلش ليهم. صافي مسحت جناب ديال المجر وجيت رديتو هكا بلاصتو. ها هو كيف ما كيبان لكم راه البنات جربوا لا ضمانتي ولا نقطه ديال الكالكير بقات فيه نهائيا. هنايا خديت بيكربونات الصودا كان كنعمر هكا زعما ما كان تقيد بشي كميه معينه. صافي خويت هكا في المجوره وكنجي كنخوي عليها الخل الابيض هكا. نتوما شوفوا كتشوفوا هاد التفاعل. هنايا غادي نعقم لا ماشين من الداخل ونحيد لها الكالكير اللي فيها الداخل. علاش انا اختاريت باش ندير هنايا في المجر ما نديرش في التحت؟ باش حتى داك المجرى الماء من المجر الماكينه لتحت حتى هو كيكون فيه نورمالمون الكالكير باش يحيد. هنايا غادي نجي نختار اعلى درجه الحراره اللي كاينه عندي في الماكينه هي 90 درجه وغادي نجي غادي نخدم الماكينه. وهنايا هانتوما شوفوا غيبان لكم الماء كيفاش داير بلوسخ، راه كيبان لكم صراحه الماء كيبان اللون ديالو قهوي نوعا ما.
هنايا من بعد ما سكتت الماكينه شوفوا اللمعان اللي ولا عندي في الماكينه لداخل، غير في هذاك الانوكس لداخل، وهانتوما شوفوا الجلده راه هنايا ما بانتش مزيان، وقطر ليا الماء شويه على الكاميرا، راه دوك الحفيرات اللي تيبانوا ليكم راه ماشي الغموله. صافي هنايا شنو درت، خديت واحد الطرشو درت فيه الخل، وهذه نصيحه البنات اللي غادي نقول لكم، الخل هو باش غادي تقضيو على الغموله كيف ما كان النوع ديالها، سواء علاش فاش هاد؟ البنات كنستعملوا الخل. مثلا لا استعملتوا جافيل، اي غيمسح ليكم الغموله وغيتبان ليكم الدنيا نقيه، سواء في الحيوط سواء في اي حاجه، ولكن جافيل راه غير كيحيدها غير من الفوق، هي الغمال كتكون دايره الجدر كي كنقولوا لتحت، يعني شنو شكون اللي كيقتلها من العمق هو الخل. لذلك اشنو غادي ندير انا دابا، غادي ناخذ البرودوي ديال الزاج، وانا هذا اللي كنشكر لكم دائما لحد الساعه، انا هو عجبني ديال بيم، هو باش كنمسح سوا الزاجه ديال الماكينه سوا الماكينه كلها من برا، لان كتعطيني واحد لابغيونس كيخلي الماكينه كتبان نقيه وكتلمع او ميم طو. عاد ديك الساعه غادي ناخذ ان شاء الله واحد الطرشو درت فيه الخل ودوزتو على الماكينه كامله، خصوصا البنات الجلده، وجربوها وردوا عليا هاد الوصفه هادي او لهاد الطريقه هادي البنات، راني ما نقلها من حتى شي حد، وهادي على ضمانتي، وانما بزاف ديال التجارب وبزاف ديال لي برودوي، سوا شريتهم سوا خلطت هادي مع هادي وما عطاونيش النتيجه الا هاد القضيه هادي كي قلت لكم، وغادي تهناو من الغموله وغتهناو من الريحه الخايبه في الحوايج. مع العلم البنات هاد القضيه خصكم تبداو ديروها على الاقل مره في الشهر. وبالنسبه للجلده فيما صبنتو بقاو تخليو الباب محلول، وبقاو تمسحو تنشفو هذيك الجلده من الماء، انا راه اكسبري الماكينه حطيتها قريبه للحيط باش هكذا كان ملي كنخلي الباب محلول ما غاديش نخاف انه يجي شي واحد يهرسو، ولا يعني ملي كنحلو كيتحل جهه الحيط. ايوا صافي البنات، هنا غنقول لكم السلام عليكم، خليت لكم راحه البال.